إكسبرس خطفوا 25 نقطة وعرفوا يرجعوا تاني في المباراة. لو الصاعقة كانوا كسبوا 25 نقطة كانت المباراة اتحسبت. للأسف الشديد هنفقد فريق من الاثنين في دور الأربعة. العرف الثاني. في الفقرات الأولى كنا مركزين جدا وموفقين جدا يعني، والسكور بتاعنا كان كويس. أنا مبسوط جدا إن أنا الحمد لله قدرت إن أنا أحسم فقرة ضربات الجزاء وأجاوب على السؤال صح. الموسم ده من أجمل المواسم اللي عدت عليا. عجلة الحظ هي هتبقى وصلة، هتبقى صعبة شوية بس إن شاء الله هنكسبها. خلينا نشوف عجلة الحظ هتعمل إيه في نهاية ماتش النهاردة، وكالعادة هنقول مبروك، وكالعادة هنقول هارد لك.